بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا كريم. وما نقموا منهم إلا أسدنا. وما نقموا من شو النقمة؟ علاش اليهود يقول قايل علاش ناقمين قلة؟ لا تؤذيهم في الحقيقة، ما تضرش قدام الكثرة وقتها في الزمن هذاك في اليمن. ذي نواس وشكون قايدهم الفاسد. وما نقموا منهم، تمنيش الأسماء، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. يعني ننتقم منهم لمجرد اتهام باطل، أن كونهم يؤمنوا بالله اللي هو عزيز، the mighty والحميد، owner of the praise، يعني عزيز لا يقهر وحميد يشكر ويحمد على إكرامي لخلقي ورزقهم وهدايتهم وسترهم وغفران لهم ولهم أجر. نعود إن شاء الله.